السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أهم التقنيات الناشئة واللي هيبقى ليها دور كبير في المستقبل زي ما العلماء بيتوقعوا. دول 25 تقنية، تمام؟ لو في حد عايز يبدأ يدخل في واحدة فيهم ياريت، زي مثلا الميتافيرس، زي الويب 3، زي الماشين ليرنينج، زي الدايناميك ريسك، جافرنس، وهكذا. في حاجات كتيرة جدا، فأنت ممكن تبدأ تركز على واحد فيهم، تتعلم واحد فيهم، عايز تطور نفسك في مهارة جديدة، فكل دول متاحين. ان شاء الله اسيب لك الملف ده اسفل الفيديو، تقدر تحمله، تقدر ان انت تشوف ايه التكنولوجيا اللي انت ممكن تتعلمها.